سوق الساحل يحتوي على مختلف أنواع البلح والتمور الطازجة والمجففة للمتسوقين والزوار. والله احنا من زمن الزمن احنا بنفرش هنا، ومعروف على مستوى مصر كلها ان الساحل دي هي سوق البلح في اساسها. الناس كده واخدة على 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 السوق بالمنظر ده، بيلفوا بيتفرجوا وبيكسروا وبيدوقوا، كبار بقى وصغيرين، وحتى لو ما بعتش انت بتحس برمضان. اي حد بيجي بيروح جاي علينا احنا هنا، ما بيطلعش بره لان اسعارنا هنا متهويه شويه. الناس بتفضل التمور بتاع الوادي الجديد، عليه اقبال جامد عن سيوة، بس ما شاء الله عليه يعني كويس وجوده كويسه، والسعر بادئ معايا من 22 لحد 25، وفي حاجه اكبر يعني عامل 27، وفي اللي هي سيوة عامله 20. لا يقتصر رواد السوق على زبائن الكميات أو الجملة، ولكن يحضر إليه ربات بيوت وموظفون لشراء احتياجاتهم من البلح لما له من فوائد صحية وغذائية أثناء الصيام في شهر رمضان. هو سوق الساحل ده معروف من زمان قوي، يعني متعودين نجيب منه البلح، أنواع التمور المختلفة، البندق والفستق واللوز وعين الجمل، مكسرات، اليميش بتاع رمضان. سوق الساحل ميزته إن فيه كل أنواع البلح، رخيص وغالي، وكل يعني كل الأسعار المختلفة موجودة فيه، ممتاز بصراحة. يعني الأسعار هنا طبعًا أحسن من عندنا، يعني أنا جاي من حلوان عشان أشتري من هنا. جميع الأنواع موجودة أصلًا، أنظف حاجة موجودة هنا، في مستويات يعني مش حسب كل واحد يعني. متعود كل سنة طيبين، يعني اللي أنا أنزل سوق الساحل اللي أنا متواجد فيها جميع أنواع البلح، حتى البلح اللي إحنا بنحبه وبنجيبه كل سنة فموجود هنا على طول في سوق الساحل يعني من 10 سنين. أسعار غالية طبعاً، ده زادت 25%، بس هنا الأسعار متداولة حلو، يعني مش غالية زي المحلات برا. أنت بتشوف البلح اللي هي الجامدة الناشفة، إن أنت ما تحطها في اللبن أو كده ما تدوبش منك أو تبقى طعمها مش حلو، ان انت ما تلاقيش فيها سوسه وتعقدك في اكلتك، ان انت اخر اليوم طول الله يبارك للي بيبيعوه. من مظاهر الاحتفال الاقبال على سوق التمور بالساحل، حيث يتوافر جميع انواع التمور والبلح التي تناسب مختلف الاذواق والمستويات الاجتماعيه كمناسبه سنويه ترتبط بشهر رمضان المبارك.